آخر سؤال يقول: ما الفرق بين الأنبياء والرسل؟ اختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، والمشهور عند العلماء رحمنا الله تعالى وإياهم أن النبوة أقل من الرسالة، وهي مرحلة قبل الرسالة، فكل رسول نبي وليس العكس، فينبأ الرجل ثم يرسل، فينبأ يعني يوحى إليه بأنه رسول، بأنه نبي، ويؤمر يعني دعوة مثل أقاربه ومن حوله، لكن لا يؤمر بالدعوة العامة ولا بالبلاغ العام إلا بالرسالة. ومثل ما قال الشيخ في كتاب الأصول الثلاثة، قال: نبئ بإقرأ وأرسل إيش؟ بالمدثر، فقيل له إيش؟ قم فأنذر. فالنبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه البلاغ العام، وعم الرسول فهو الذي أوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغه بلاغا عاما، ولو كان بلاغا سريا لكنه عام، يبدأ بالأقرب فالأقرب فالأقرب، وقد يكون سريا وقد يكون جهريا مباشرة بحسب حال النبي وبحسب أمر الله عز وجل له.